مرحبا بكم في قناتي أخبار الرياضة. في جديد أخبار اللاعبين المحترفين من أصول جزائرية في مختلف الدوريات الأوروبية، نسلط الضوء اليوم كما جرت العادة على موهبة جديدة، والبداية تكون باللاعب رايان بولام. هذا اللاعب الشاب من مواليد سنة 2006 بسويسرا، أصوله جزائرية من جهة الأب وتحديدا من ولاية تيبازا، في حين أن أم اللاعب من أصول سويسرية. تكون اللاعب بولام في مدرسة تكوين نادي أرسي زيوريخ السويسري، يلعب في منصب قلب دفاع وبإمكانه اللعب في منصب ظهير أيمن. يتقن اللعب برجل اليمنى، طوله 1.76 متر. وقد عبر هذا اللاعب الشاب عن تعلقه الكبير بالجزائر، مؤكدا في نفس الوقت بأنه مستعد للعب لصالح محاربي الصحراء للفئة الشابة. أما اللاعب الثاني لنرى اليوم فيتعلق الأمر باللاعب بوزيد البنزية. هذا اللاعب الشاب من مواليد سنة 2005 بهولندا، أصوله الجزائرية والآخر من جهة الأب، في حين أن أم اللاعب من أصول بلغارية. تكون اللاعب بوزيدر في مدرسة تكوين نادي سبارتا روتردام الهولندي، يلعب في منصب وسط ميدان دفاعي، يمتاز بطول القامة بالإضافة لكون اللاعب يمتلك إمكانيات بدنية وفنية كبيرة. وستكون لنا عودة جديدة فيما يخص أرقام هذا اللاعب بعد التحقق من المعلومات. جدير بالذكر بأن المنتخب الجزائري لفئة أقل من 15 سنة بإمكانه الاستفادة من هذه المواهب الشابة في المواعيد القادمة. سلام.